المؤتمر الصحفي وكلفوه رسميا وهو يكون. هو ما تم اليوم بالصباح، لقد تلقينا اتصال من الأخ خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين، هو ممثل القطاع الخاص، لقد تلقى اتصالا من جهات عليا في الدولة الحبيبة لكي يكون وسيطا لبدء الحوار ما بيننا وبين الأخوة في وزارة المالية. إن شاء الله يوم الأربعاء سيبدأ الحوار ما بيننا وبين الأخوة في وزارة المالية للخروج من هذا المأزق بمشيئة الله. الإضراب مفتوح حتى الوصول إلى تفاهمات ترضي الطرفين ما بيننا وبين الأخوة في وزارة المالية لنكون شركاء في القرار الذي ينصف أبناء هذا الشعب، وكوننا جزء من هذا الوطن نحن مع قرارات الحكومة ولكن ضمن تفاهمات اللي سيبقى هذا القطاع أن يتمكن في الاستمرار في عمله. نحن ننتظر نتائج الحوار، ليس من المعقول أن نستبق الأحداث، نحن نستبشر خيرا في إخواننا في وزارة المالية ونحن مستبشرون سنصل إلى تفاهمات ترضي الطرفين. هناك التزام تام من جميع الأخوة المستوردين في فلسطين والأخوة في قطاع غزة، مستمرين بإضراب، نحن مغلقين جميع شركاتنا، هناك 752 معرض مغلقة في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، هناك قمنا بوقف دفع الجمارك المفروضة علينا، وهناك إن شاء الله قريبا سنتم الخروج من هذه الأزمة بمشيئة الله. عرضوا فتح الحوار بعد تقريبا أسبوع من الإضراب، كنا نتأمل إنها قبل تكون، أما هي خطوة جيدة جدا. ما بلغونا إنهم بدهم يرفعوا الجمارك وأجلوا الخطوة لنهاية شهر 3 بتنفيذها، وعند تنفيذها مش راح نقدر نستورد سيارات وأكيد راح نغلق محلاتنا. الخطوة الأخيرة بالنسبة لفتح الحوار منيحة، يعني أنا بحكي إنه لازم كانت صارت من قبل بوقت من التأخير هذا الإضراب، وأنا بتأمل إن شاء الله نحقق مطالبنا. بالنسبة إحنا مستوردين سيارات في الضفة،